وللمزيد حول المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، في رأيك كيف ترى أهمية هذه المبادرة التي تسعى نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة؟ هو في البداية طبعا هي مبادرة من أهم المبادرات خلال الفترة الأخيرة، هي إعادة بناء الشخصية المصرية وخلق الوعي للأجيال الجديدة للمواطن المصري. احنا لو شفنا خلال العشر سنوات الماضية الدولة وضعت الأساس الحقيقي لبداية بناء الشخصية المصرية، وضعت الأساس الحقيقي في مجال الصحة، تم القضاء على فيروس سي، تم الكشف عن 100 مليون صحة الأمراض المزمنة وعلاج المواطنين، وأيضا القضاء على قوائم الانتظار، التأمين الصحي الشامل، التطوير والتحديث اللي تم في المستشفيات. بالنسبة للتعليم طبعا شفنا نقل الخبرات الأجنبية في مجال التعليم، إنشاء جامعات التكنولوجية العالية، شفنا في مجال التضامن الاجتماعي ومظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع هذه المظلة وتقديم كل الدعم للمواطنين، مبادرة حياة كريمة اللي وصلت إلى الريف المصري وقدرت إن هي تغير من وجه الريف المصري في الوقت الحالي. دي كانت البنية الأساسية الحقيقية لبناء الشخصية المصرية وبناء الإنسان المصري بشكل سليم. في الوقت الحالي وعن طريق هذه المبادرة طبعا الاهتمام الدولة بدأ ينصب بشكل كبير للمواطن المصري، المواطن المصري من خلال الصحة الجيدة، من خلال التعليم، من خلال الشباب والرياضة، والرياضة وتوفير كل الإمكانيات الممكنة في مجال الرياضة والانتقاء الرياضي للشباب، من خلال الثقافة عن طريق التوعية وعن طريق المراكز الثقافية المتواجدة داخل الدولة، الجامع الأزهر والكنيسة عليهم دور مهم جدا أيضا في تغيير المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين ولدى العديد من الشباب، وتجديد الخطاب الديني بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر أيضا العمل على التوفير كل الخدمات والإمكانات الممكنة من خلال الدولة للأسر المصرية بشكل كبير. أستاذ جميل، الحقيقة كما ذكرت حضرتك خلال الكلمات أنه فعلا الدولة اشتغلت على ملفات مختلفة كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وأيضا الأمن القومي والاقتصاد المصري. في رأيك ماذا ستضيف هذه المبادرة، مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، لكل هذه الملفات التي تضع برضو في أولوياتها الصحة والتعليم والاستقرار السياسي وتطوير اقتصاد تنافسي تأمين فرص العمل؟ إيه الجديد يا فندم اللي هتضيف هذه المبادرة؟ هتضيف بقى هذه المبادرة شخص قادر على صحيا سليم، فكريا أيضا سليم، فكريا على المستوى الديني وفكريا وتعليميا على درجة كبيرة من التعليم، من خلال طبعا إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة الحديثة بتم إنشائها خلال الفترة الماضية، لأن هي تبقى سوق العمل بيتطلب عدد كبير من الخريجين اللي هم يمتلكوا التكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي اللي بيتجه ليه العالم في الوقت الحالي. والتوأمات يا فندم مع جامعات طبعا عالمية. بالطبع مع جامعات عالمية. العمل على بناء شخصية تمتلك الوعي والرؤية الكاملة والوعي والولاء والانتماء للدولة المصرية. الولاء والانتماء لا يتأتى إلا عندما يرى المواطن أن الحكومة أو الدولة تقدم له الخدمات الممكنة، وهو ما حدث في الوقت الحالي. يعني احنا لو شفنا حتى في مجال العشوائيات والقضاء على العشوائيات وبناء المساكن الآمنة ونقل المواطنين من العشوائيات إلى الأماكن الآمنة وتغيير وعي المواطن من الوعي العشوائي الذي كان يكتم فيه إلى الوعي الحقيقي والسليم، الحياة الكريمة، ده الدولة بتقدم خدماتها بشكل كبير جدا للمواطن. لهذا السبب زرع الولاء والانتماء للدولة ده شيء في غاية الأهمية، وقدرت الدولة ان هي تنفذه خلال الفترة الماضية. وبالتأكيد طبعا
من خلال هذه المبادرة، مبادرة بداية، أعتقد أنها هيكون في هناك تأثير كبير صحيح. على الشباب والأجيال الجديدة والمواطنين بشكل أكبر، لأن هي في كل المحافظات. وطبعا بناء الشخصية المصرية والمواطن المصري السليم، لأن من خلال توفير فرص عمل للمواطنين، وهناك طبعا احنا شايفين المشروعات القومية الكبرى اللي بيتم إنشائها في الدولة، والمصانع والاستثمارات الخارجية اللي بتأتي بتطلب المزيد من العمالة في كل التخصصات وفي كل المجالات. إذن أصبح هناك فرص عمل للشباب المؤهل على درجة عالية من التعليم، مؤهل صحيا أيضا، لأن تم توفير كل صحيح. الخدمات الصحية للمواطنين على المستوى الصحي والتعليمي والرياضي أيضا، لأن في مشروع البطل الأولمبي في داخل الدولة المصرية. إذن الانتقاء الرياضي والتدريب السليم والاهتمام بالرياضيين ده شيء. إذن أستاذ جميل، حقيقي تأتي هذه المبادرة يمكن تأكيدا يعني وبناء على ما مضى، واستمرارية، ضمان استمرارية التطوير في شتى المجالات والملفات. جزيل الشكر لحضرتك، كان معنا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.